قرار غريب تليه موجة على مواقع التواصل الاجتماعي وآلاف الفيديوز على اليوتيوب عم يحكوا عن القضية. كريس تايسون مرحبا وأهلا فيكم فيديو جديد. اليوم رح نحكي بشكل مختصر وبسيط جدا خلال 5 نقاط عن القضية يلي أثارت الجدل مؤخرا، ألا وهي تحول صديق مستر بيست كريس تايسون من رجل إلى امرأة. Let's get into it. النقطة الأولى Sexual Transformation، التحول الجنسي، هو شيء قديم كتير وموجود بأقدم الحضارات البشرية، ولكن بقديم الزمان كان يستخدم فيه ميك اب وشعر مستعار بيروك وملابس، ولكن حاليا عم يتم استخدام ابر هرمونيه وعمليات جراحيه. وهون لازم نميز بشغله كثير مهمه، انه السكشوال ترانسفورميشن ما له علاقه بالهوموسيكشواليتي، التحول الجنسي ما له علاقه بالمثليه الجنسيه، كل وحده قضيه منفصله. المثليه الجنسيه هي انجذاب عاطفي من رجل الى رجل أو من امرأة إلى امرأة. أما التحول الجنسي sexual transformation أو الترانسجندر هو مرة بدها تصير رجل ورجل بده يصير مرة، هو عبارة عن قرار. رحط هون على اليمين العلم يلي بيدل على الهوموسيكشواليتي، المثلية الجنسية، وعلى اليسار العلم يلي بيدل على السيكشوال ترانسفورميشن، التحول الجنسي. فياريت أعزائي اليوتيوبرز يلي حاطين علم الهوموسيكشواليتي بأكثر من 100 فيديو بيحكي عن كريس، هذا شيء غلط. ياريت تعملوا شوية ريسيرش وبتعرفوا انه كريس ما أعلن أبدا انه هو شخص مثلي الجنس أو هوموسيكشواليتي، أعلن انه هو بده يعمل عملية تحول أو ابتدأ بعملية التحول. النقطة الثانية ويلي هي القصة للأشخاص يلي ما سمعوا فيها أو أول مرة عم يسمعوا بهالقضية، أكبر يوتيوبرز على منصة يوتيوب اسمه مستر بيست، عنده تقريبا 145 مليون مشترك و24 مليار مشاهدة على قناته. في صديق لمستر بيست اسمه كريس تايسون، كان يطلع معه من بداية تأسيس القناة تقريبا، وكان شخص عادي وطبيعي ومهضوم مثله مثل مستر بيست، ما في كتير فرق بيناتهم. مؤخرا بلش يتغير شوي ستايله وشكله لكريس بالفيديوز تبع مستر بيست، ومن فترة قصيرة من شي 10 ايام تقريبا اعلن عن بداية عملية التحول الجنسي من رجل الى امرأة من خلال ابر هرمونية. ما بعرف إذا رح تتطور المواضيع ورح يتجه للعمليات الجراحية. هاي هي كل القصة وباختصار. برأيي الخاص اليوتيوبرز العرب تحديدا عطوا الموضوع كتير أكبر من حجمه، تعاملوا مع هذا الخبر أو هذا الحدث بكتير من التنمر وقلة الأدب وقلة الأخلاق. تابعت أكثر من 10 فيديوهات قبل ما أقرر أني صور هذا الفيديو، ما لقيت ولا يوتيوبر واحد عربي من هالعشرة عيطي شي مفيد أو عطي حل أو ذاكر أي شيء هادف خلال الفيديو. كل الفيديوز عبارة عن مسخرة وهجوم وألفاظ نابية وتنمر. بس إذا فكرنا بالموضوع شوي بس بعقل ومنطق، شاب مثل كريس تايسون ناجح وعنده بزنس حلو ومشهور وعنده عائلة وعنده ولد، ليش ممكن شخص مثل كريس تايسون إنه يقرر يتحول من ذكر إلى أنثى؟ إقدام شخص مثل كريس تايسون على هاي الخطوة معناته أكيد في مشكلة، في مشكلة هرمونية مثلا أو مشكلة نفسية أو مشكلة تربوية أو صاير معه ظروف معينة. يعني أكيد شخص ناجح ومشهور مثله ما بس أنا خطر لي والله أني أروح أتحول يلا رح أروح بكرة أني أتحول، أكيد لا، في أكيد مشكلة، في شي نفسي، يمكن في شي هرموني عضوي ما حدا بيقدر يعرف. بس بظن اغلب اليوتيوبرز يلي عم يسبوا ويهجموا ما بيعذبوا حالهم حتى بيسألوا هذا السؤال، ليش ممكن هذا الشخص او غيره او اي شخص انه يقدم على هيك عملية تحول جنسي؟ واكيد وقت تسعى لتجيب مشاهدات ومصاري بدون ما تحط لحالك اطر اخلاقية انه انا ما رح اتنمر على حدا، ما رح اعطي رأيي بطريقة مهينة، أكيد بالآخر إذا ما بتحط هالأطر رح يطلع معنا مثل مئات اليوتيوبرز العرب يلي عاملين هذا الفيديو بس مشان يجيبوا من وراء مصاري. أنا شخصيا ما بيهمني أبدا إذا كريس تحول أو إذا أمه لكريس تحولت أو إذا مستر بيست شخصيا قرر أنه يتحول، فعليا ما بيهمني.
أنا وقت بدي أعمل شيء بحياتي كبير لهالدرجة، إن كان شيء منيح أو شيء بشع، ما رح دق لكريس ولا رح دق لمستر بيست وقول لهم بليز أعطوني رأيكم بفيديو. أبدا، لا أنا بيهمني رأيهم ولا هن بيهمهم رأيي. أوكي، من حقي أنا أني أعمل فيديو بما أنه هن أشخاص مشهورين وأعطي رأيي بشكل بسيط ومؤدب ومتواضع، وكل الأشخاص رح يستقبلوا بصدر رحب بدون السب والتنمر والتقليل من قيمة الأشخاص الآخرين. النقطة الثالثة تعتبر أهم نقطة. يمكن 70% من متابعين مستر بيست من الأطفال. هون لازم نطرح علامة استفهام أو علامة تعجب، هل ظهور كريس بهالمظهر الجديد بالفيديوز تبع مستر بيست رح يأثر على الأطفال أو رح يخلق عندهم شعور معين برأيي بالمواضيع الجوهرية مثل العائلة، الجنس، الدين، الإنسانية؟ ما ممكن يأثر ظهور شخص متحول بفيديو على نفسية الطفل، ولكن إذا في تربية وأهله بينتبهوا عليه، وإذا في حوار دائم بالعائلة ومشارك للأفكار. أما الأهل يلي تركين أولادهم لليوتيوب لحتى اليوتيوب هو يربيهم، أكيد 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 ظهور كريس رح يخلق ستيغما وإشارة استفهام كتير كبيرة عند الطفل. النقطة الرابعة عن اليوتيوبر مستر بيست. هالقضية بالذات حطت حمل كتير كبير على مستر بيست وخلته واقف على مفترق طرق. عنده خيارين لا ثالث لهما، يا بيكمل بدعم كريس وبيخليه يضل عم يطلع بالفيديوز تبعه وبيخسر متابعينه المحافظين، يا الخيار الثاني انه هو يبطل يطلع كريس معه بالفيديوز وهون رح يخسر متابعينه اليساريين او المتحررين. فعلا قرار صعب كتير ومسؤولية ضخمة جدا وضعت على عاتق مستر بيست من خلال هاي القصة. النقطة الخامسة والأخيرة، بتمنى بيوم من الأيام تتغير نظرة اليوتيوبرز العرب والجمهور العربي للأحداث، على الأقل يصير عنا نوع من الاحترام بإعطاء الرأي وعدم إهانة العالم بدون ما نعرف القصة الكاملة. وبرأيي أنه نحن كعرب لازم نكون ممتنين أنه عنا إيمان، عنا دين، عنا ثوابت أخلاقية ماشيين عليها. لازم نكون شاكرين لهذا الشيء، مو نكون متنمرين. أي شخص إذا نحط بنفس ظروف حياته لكريس ونفس مدرسته ونفس عائلته ونفس أفكاره رح يطلع بالآخر مثل كريس، ما في حدا أحسن من حدا، كل حدا حسب ظروفه. الخبر الوحيد أو الملاحظة الوحيدة يلي زعجتني شوي إنه من سنتين تقريبا كريس تزوج وجاب ولد، وحاليا الولد عنده mother and mother، عنده أم وأم، ما عنده عائلة أو ما عنده أم وأب. هذا الشيء الوحيد اللي حسيته غير منطقي وأثار حفيظتي نوعا ما، انه اذا انت بدك وحايدت براسك انه انت تتحول وتحول كامل عن طريق ابار وعمليات جراحية وهرمونات، ليش لحتى تجيب ولد وتحطه بهالحياة جو من الضياع او جو من الضبابية، انه هو عنده ام وام ما عنده ام واب. احترام الاشخاص ورغباتهم شيء مهم جدا، حماية الاطفال من اي مشاهد ممكن تأثر بأخلاقياتهم شيء مهم جدا، ومحافظتك على عاداتك وأخلاقك ودينك كمان شيء مهم جدا، ولكن بدون ما تفرضه على الآخرين وبدون الشعور بالأفضلية والتقليل من شأن الآخرين. شكرا عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة على مشاهدتكم لهذا الفيديو. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تدعموني بلايك وتعملوا اشتراك على القناة حتى يوصلكم كل جديد، وأكيد عبسمع آراءكم كلها بالتعليقات. شكرا على المشاهدة، لنا لقاء آخر.